انت تقيله قوي بجد والله تقيله جدا. سلام عليك، ده انا خسيت 20 كيلو عشان خاطرك. 20 كيلو ده انا دراعي كان هيتملك مني، وبعدين عماله تترقصي لي. ما انت ترقصت معايا. انا ترقصت على خفيف. بعدين انا بترقص لحد غريب، ما انا بترقص لخطيبي. ماشي ماشي، وبعدين اسمعنا بقى يا هانم، الاوضه دي اللي انت مهتميه بنظافتها قوي النهارده كده. انا اقول لك، علشان الليله دي الاوضه دي نازل فيها عريس وعروسه، والليله ليله دخلتهم. دي ليلة ما بتحصلش في العمر غير مرة واحدة، فلازم كل حاجة تبقى مظبوطة. إن شاء الله اللي بتعملي ليهم في الأوضة ده هيعود لك في ليلة دخلتك وبزيادة. يا رب. صدقيني بزيادة. آمين يا رب. على الطلاق بزيادة. اتوكس. هو أنت جهزت أي حاجة في الشقة أصلاً؟ أنا جهزت كل حاجة يا هانم، ناقصني شوية رفايع بسيطة تافهة صغيرة. اللي هي إيه؟ اللي هي المعالق. إيه؟ الشوك. قط السفرة، قط النوم، الشقة، بس كلها حاجات تافهة وتيجي بسهولة. تصدق أنا كنت ظالمة ومفترية وقاسية وجبارة ومستفزة، بس بحبك. ما تجيبي. أجيب إيه؟ هاتي 300 جنيه عسل منجد بضرب لي كل يوم. غور يا عبودة، مفيش ولا مليم معايا. ماشي، أنا غلطان يا هانم، أنا غلطان. اللي كنت عايز أعمل لك مفاجأة في ليلة فرحنا. اللي هي امتى؟ اللي هو بعد 15 20 سنه القريب ده. كنت هعمل لك بقى ايه؟ شايف الفندق اللي احنا شغالين فيه خدامين ده؟ اه. كنت هخلي دخلتنا تبقى فيه ان شاء الله. يخرب بيتك يا عبوده، عايز تخلي دخلتي في الفندق ده؟ ده محدش يعرف عنه حاجه، ده الفندق ده متطرف وفي اخر بلاد المسلمين، ده احنا بيننا وبين مدافن العالمين ما يكملش 3 دقايق. يا بنت افهمي، الدخله حلاوتها في الاماكن الهاديه. لا، انا دخلتي لازم تكون في فندق في شرم الشيخ، فندق فيه هيصه وزمبليطه وناس طالعه وناس نازله وهي ايه الهبل ده؟ الدخله مش عايزه الكلام ده خالص، الدخله عايزه هس هس. ليه؟ ليه؟ لان يوم الدخله لازم التركيز يبقى في قمته. التركيز هيبقى في شرم. التركيز هنا اعلى. التركيز في شرم. التركيز هنا اعلى. والله التركيز في شرم. طب اقول لك على حاجه؟ ايه؟ تعالي انا وانتي نتخيل ان النهارده يوم دخلتنا. بجد؟ اه، وتشوفي بقى ايه اللي هيحصل. ماشي. يا اخيرا هشوف اليوم اللي هموت قبله. اخيرا بقينا لوحدينا. اه. انت مكسوف مني ولا ايه؟ ده انا بقيت مراتك. ما هو ده اللي مخوفني. لا ما تخافش، انا عارفه ان اول يوم ده بيبقى رخم شويه، بس ما تخافش. هو الصراحه اصحابي كلهم قالوا لي ان اول يوم ده بيبقى كله بهدله. لا ما تخافش، وبعدين انت مالك ماسك نفسك كده ليه؟ ما تفك الزرار. لا كل الله الزرار ده ليه؟ انا لو فكيت الزرار ده كله هيكر بسهوله. ما هو لازم النهارده كله يكر. لا معلش، بعد ممكن نكر بعد اسبوع، مش لازم النهارده. لا لا مش بعد اسبوع ولا حاجه. لا والنبي عشان طب سيبيني اول سنه هفك والله بعدها. سنه؟ لا 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 فك يلا فك. لا لا بعد اذنك، ايه قله الادب اللي انت فيها ده؟ الله يخرب بيتك. طب طب بص بص، ايه هو انا اخوكي؟ انت هتعملي كده ازاي قدامي؟ لا بص بص، انا هفك الزرار. لا 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 في لا ايه؟ لا لا هتعملي ايه؟ هفك اول زرار. لا يا لهوي على البجاحه. مفيش حاجه. يخرب بيتك القشطه ده. مفيش حاجه، هو الموضوع سهل قوي. لا سهل، انت يا لهوي انت بتتفرجي على ايه؟ انا اللي بتفرج، انا بقول لك اقلع. لا 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 بعد اذنك بعد اذنك، بس بس خلاص انا فهمت طلبك خلاص. ايه؟ فهمت اللي في دماغك.
غمضي عينيكي وانا هقلع كل حاجه. هتقلع لوحدك كل حاجه. الله يخرب بيت بجحتك. يلا يلا غمضي بقى. اقعد بص. مش هبص بس بسرعه. يا فضحتي يما. ايه خلاويص. خلاص انا قلعت كل حاجه. ايه ده قلعت فين؟ قلعت اهو نظري كله باين. يعني ايه زورك كله باين؟ انا متجوزاك عشان تقولي زوري باين؟ ما انا اول مره حد يشوف زوري والله. لا مفيش الكلام ده. فكي كده بقى. لا لا بعد ايه في اللي تلاقي. خلاص فهمت دماغك. خلاص بعد اذنك فكي لي السوسته. ايه لا هو انا مخطوبه لك 7 سنين عشان في الاخر تقول لي نقعد سنه فكي لي السوسته؟ خلاص ايه اللي الادب والبجاحه اللي انت فيها دي؟ انا مش عارف انا من بقيت عيلتك. يا حظ الاسود. خلاص فهمت دماغك. ما تجيبي ايه؟ اجيب ايه بقى؟ هاتي 250 وهيصبر عليا في الـ50 لانه صاحبي. قول يا عبود اطلع بره. حاضر. ما تشوفش وشك تاني. العل ابو شكل. تعالى تعالى. عايزه ايه؟ ازازة الشمبانيا دي سليمة؟ الصراحة دي مش شمبانيا. امال دي ايه؟ دفنيك. ايه؟ انت عايز تسموهم ليلة دخلتهم؟ ما تعالي بس افهمي. اسموهم ايه يا بت افهمي؟ ليلة الدخلة ما بيركزوش في الكلام الاهبل ده، بيبقى في حاجات تانية أهم. طيب والازازه الثانيه وديتها فين؟ الصراحه الازازه الثانيه بعتها واديتها للمنجد عشان هريني ضرب في الراحه والجاي. يا لهوي عايز تجهزني بفلوس حرام؟ يعني هو احنا لقينا الحلال وقلنا لا؟ بس خلاص سيبك من الكلام ده كله. ما تجيبي اهي 300 جنيه اهي. ما تجيبي بوسه. بجد؟ اهو الراجل هيفرح بال 300 جنيه قوي والله. اطلع بره اطلع بره ما اشوفش وشك تاني. ماشي خلاص. عيل فقري. شكلك. اعوذ بالله. ماشي ماشي. الو ايوه مستر حسان. بجد؟ حاضر حاضر هبعته. حاضر. ايه في ايه؟ مستر حسان بيقول لك العرسان وصلوا تحت في الريسبشن. يا لهوي عرسان اللي هم بجد اللي هم. اه يا هشوفهم. ثانيه واحده. حاضر يا عبود. انت يا زفت يا عبود. ايوه يا مستر حسان. يا عبود. ايوه يا مستر. ايه في ايه؟ يا عبود انا مش كلمتك قلت لك تنزل بسرعه؟ ما شاء يا ايه؟ ما شاء كحا ما شاء كحا. انا ابتديها هبل ولا ايه؟ عريس والعروسه جم، انزل هات الشنط بتاعتهم. يلا. حاضر يا مستر. حاضر. ايه الاخبار؟ الاوضه تمام؟ كله تمام يا مستر حسان. كل حاجه مظبوطه؟ كله تمام. عريس والعروسه دول انا عايزهم ييجوا عندنا النهارده يتبسطوا، لان بعد كده هيجي لنا ناس كتير. هو الاوتيل بتاعنا محذوف شويه جنب مقابر العالمين، بس مفيش مشكله. ها يعني الحمد لله، هو بس فاضل لنا بسين ويبقى الاوتيل نفسه كل حاجه فيه 100 100. بس الناس ينزلوا البسين يطلعوا على اوض النوم يناموا على طول. اكيد حضرتك. ويا سلام كمان لو جاكوزي. يا ناس ينزلوا الجاكوزي وبعدين يطلعوا على البسين وبعدين يطلعوا على اوض النوم يناموا على طول. طبعا. ويا سلام لو مطعم. يا بحيث الناس ياكلوا وبعدين يروحوا الجاكوزي وبعدين يروحوا البسين وبعدين يطلعوا يتخمدوا على طول. ويا سلام لو كم اوضه كمان في الاوتيل ده. احنا الاوتيل بتاعنا حلو يا ماما. حضرتك كل اللي بتقول عليه ده رفايع، المهم الزباين ييجوا. مالهم الزباين؟ ما الاوتيل مسكون وزي الفل. مسكون؟ اقسم بالله قلت الاوتيل ده مسكون. انت بتحس بحاجات غريبه صح؟ لا مسكون. انت فاكره مسكون عفاريت وبتاع؟ لا مسكون مليان زباين. تناسي الاربع زباين اللي جولنا الاسبوع اللي فات؟ ها وسالوا على عنوان تاني ومشيوا. وقبليهم الرحله كانت 25 واحد. ها فاكراهم دول؟ فاكراهم. ما عجبهمش الاوتيل ومشوا. يا المهم بس اهم حاجه العريس والعروسه دول انا محضر لهم مفاجاه. المفاجاه دي الناس كلها هتشوفها. هيتبسطوا بجد هيتبسطوا. بعد ما يتبسطوا هيجي لنا ناس بالهبل يا رب ان شاء الله. يا لهوي ايه ده؟ الاوتيل مسكون ولا ايه؟ في ايه؟ مش عارف في ايه. في ايه؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ في واحد تحت لابس وش غريب قوي وماسك سكينه في ايده وضرب منتصر جوزي بالسكينه في وشه. منتصر العريس ضربه في وشه؟ ما عرفش ينشن على صدره ولا ايه؟ ضربه في وشه؟ يا نهار اسود. طب وبعدين هو فين؟ مش عارفه يا استاذ والله انا مش عارفه في ايه. انا مش فاهمه. ده سفاح. السفاح جالنا لغايه هنا. ايه ده؟ انت عرفت منين انه سفاح؟
يعني ماسك سكينه وفيها دم يبقى مبيض محاره. لازم اقتلكوا انتوا الاثنين. اه هيقتلكوا انتوا الاثنين بيقول. حضرتك احنا عملنا ايه طيب؟ في ايه؟ اقتلكوا عشان النهارده يوم فرحي. مقلب مقلب وانت شربت المقلب مقلب. حضرتك عامل فينا مقلب يا. ايوه انا العريس وعامل فيكم مقلب. يا حضرتك دمك خفيف قوي. يا جميله شفت المقلب اللي عملناه فيهم. حضرتك لطيف جدا ما شاء الله. احنا لازم نضحك عريس وعروسه. ها مستر حسان اي في بورصه على كتفك. مقلب مقلب. ايه اللطافه دي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا نورتنا. ايه ده انت ما بتخافيش من الفيران؟ ايه اللطافه دي يا حضرتك دمك خفيف قوي. مستر حسان انت ما بتتخضش زي ما انا عايز. حضرتك ما انا اتخضيت يعني؟ لا مش بتتخض حلو. والله اتخضيت حلو. اتخض خضك تتخض حلو. حاضر انا اسف يا فندم. ايه ده السقف هيقع عليك؟ ياه دي خضة دي. ما اتخضيت اهو يا فندم. لا من الخضة دي مش عجباني. خضي الارض بتفلع من تحتك الحق. ياه ايه رايك حضرتك في الخضة دي؟ حلوة دي. جميل انا احب المفاجآت بالذات بقى يوم فرحي. حضرتك تعمل يوم فرحك اللي انت عايزه يا فندم واحنا بنرحب بيك واهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا جميلة جميلة. الشنط يا فندم اهي وتقيلة قوي مش عارف ايه دي فيها قتيل دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت عرفت منين فيها قتيل؟ يا لهوي مقلب مقلب. دي خشب يهبل. حضرتك سخيف قوي يا فندم. عبود عبود البي يعمل اللي هو عايزه النهارده فرحه وجاي يتبسط وعندنا في الاوتيل لازم نشوف اللي هو عايزه. حضرتك الترابيزه دي عليها ازازه شامبانيا كومبليمو من الاوتيل. حضرتك لو احتجت اي حاجه عندك التليفون هتكلم رقم 9 الريسبشن انا اللي هرد على حضرتك بنفسي. حضرتك احتجت اي حاجه من روم سيرفيس كلم 7 هرد عليك. اوكي احتجت حاجه من الدراي كلين كلم 3 هرد عليك. ايه ده؟ طب لو احتجتك انت اعمل ايه؟ لا ما انا ما بقاش فاضي بقعد ارد على الحاجات الثانيه. ما يصحش كده يا باشا. حضرتك نورتنا واهلا وسهلا. يلا بقى اتفضلوا. يلا يلا يا بنات يلا يا بنات. اهلا وسهلا. يلا 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 يا عريس يا صغير. انا اكيد ولا حد يقول لابس ومغير لابس ملايين كتكوت. يلا اتفضلوا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامه. الف مبروك يا عريس. عريس ها فرحك النهارده ها. يلا يا روح قلبي اخيرا بقينا لوحدينا. يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات. شيك 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 شيك. يا مول الطاهر رش الملح سبع مرات. يا عريس يا صغير على الاتفت ولا حد غايته مغير راجل. مستر اسف جدا. اسف ليه؟ ما تسيبهولنا نلعب بيه شويه. ده جميل قوي. حضرتك بقى يعني براحتك. ها يلا يلا. شكر قوي على الحاجات اللطيفه اللي انتوا بتقدموها لي النهارده. الله يخليك. مش عارف اقول لكم ايه. لازم نحتفل بحضرتك. يلا براحتك بقى عريس النهارده. ها ماشي. يلا اخيرا بقينا لوحدينا يا روح قلبي. هتجوز لا 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 والله حلو قوي ده. مستر حسان ايوه ايوه خلاص هعمل له ايه؟ يلا يا اهبل يلا يعني ما ينفعش كده. يلا احنا اسفين جدا. اجيب لك واحد زيه؟ خلاص احنا احتفلنا. تعلقيه في العربيه براحتك. احتفلنا وكله تمام وحضرتك بقى اتهنى بليله فرحك. اه نفسي اتهنى اصلا. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. براحتك خالص. ها؟ يلا روحي يا روحي يا جميلة جميلة جميلة. أخيرا بقينا لوحدينا يا جميلة. أخيرا يا حبيبي يا روح قلبي يا حياتي. الله
في ايه يا بيبي؟ اللي في ايه؟ تكسفنيش بقى. الله! اتجوزنا يا روح قلبي خلاص، وبقينا لوحدينا. مقلب مقلب. انت عبيط يا منتصر، في عقلك ولا ايه؟ قومني. لا قومني. تعالي يا روح يا جميلة جميلة. اخيرا يا روح قلبي خلاص، بقينا لوحدنا وقدرنا نتحدى كل الناس ونتجوز. اخيرا يا حبيبي. هي كانت جوازة عجيبة بس الحمد لله قدرنا نتجوز. فاكرة لما جيت خطبتك ابن خالتك مات وابوك عمل حادثة وامك دخلت مستشفى المجانين؟ بس طلعت. طلعت ايه ده؟ انتوا دافعين فلوس عشان تطلع؟ لا، والمصحف الشريف خفت. خفت ازاي واللي عملته امبارح في القاعه ده؟ تجري في وسط المعازيم بالبيكيني؟ ده اسمه كلام امك تعمله واصحابي ناس مهمين؟ ده اسمه كلام؟ خلاص بقى يا منتصر. خلاص ايه بس يا روح قلبي؟ يا منتصر النهارده ليله دخلتنا. ما هي ليله اصلي واحده، ودي ليله واحده بس في العمر. أيوة. ولازم نستعد لها. نستعد لها. انا جبت البلاي ستيشن معايا. لا ونعمل استعداد. ولا استعداد ده يا روح قلبي؟ إيه؟ انا جبت الايباد هقضيها جيمز طول الليل اهريكي. بس انت ما بتحبش تلعبني بلاي ستيشن عشان انا دايما بكسبك فيه. انت تكسبيني في البلاي ستيشن؟ ده انا اقطعك بلاي ستيشن. طب تلعبني ونشوف. العبك واقطعك كمان. بس يا روح قلبي بس ايه؟ اروح بس اغير هدومي كده واروق على نفسي كده. هيا يا قمر انت واجيلك. يا جميله. يا جميله الجميلات، ده انت هتتقطعي في البلاي ستيشن. انا همسح لك كل الجيمز اللي على الايباد، وهنا بقى مفيش نت يعني مش هتعرف تنزل ولا جيم. مش هسيب لك غير ارخم لعبه في العالم كله، سوبر ماريو. ياه دي لعبه سخيفه. انجازي دوس ستار. ايه الفرهاده دي؟ انت سوبر ماريو. وانت جيت هنا ازاي؟ مش عارف، انا فجاه لقيت نفسي في الاوضه دي انا وانت. مش عارف يكونش ده الليفل الجديد. ليفل جديد ايه؟ اكيد انت الوحش. لا انا مش قادره. بس يا لهوك ايه؟ ما تصوتيش، مراتي لو عرفت ان انا وانت هنا في الوضع ده هتفضح الدنيا. هو حضرتك متجوز؟ ام ماريو. هي قاعده هنا معانا في الاوتيل؟ قاعده في اوضه 11، وانا نازل هنا في ليفل 5 مش عارف اخلصه. لا 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 انا مش قادره، مش قادره. مش قادره ايه؟ ايه الليفل الهايف ده؟ الوحش مات من اولها كده؟ يلا. الوحش ما ماتش، الوحش عايش، الوحش اهو، الوحش جاي. كبرت وعجزت؟ لا انا ما كبرتش وعجزت، انا لسه في عز شبابي. انا شلت جيل الثمانينات والتسعينات والالفينات على كتفي. ما كانش فيه جيمز في مصر غيري، كنت لوحدي واي عيل صغير يمسك الدراع ويتحكم فيا. ويا سلام بقى لو كان حريف يقعد يخبط دماغي في السقف، يخبط دماغي في السقف، اقول له يا ابني ما فيش كوينات، يخبط دماغي في السقف. معلش. واخر ده كله يركبوا عليا حته عيل سيس اسمه صابوي. الصراحه يا ماريو يعني معلم عليك. وبيلم في الليفل الواحد كوينات قد اللي لمتها طول عمري. ماشي، بالعلم كان قابلت الواد السيس ده. قابلته فين؟ في محطه القطر.
معهوش فروق، معهوش فلوس يدفع تذكره. بجد؟ مسطح فوق القطر زي الصعايده كده. طب عملت معاه ايه؟ بلغت عنه الراجل التخين والكلب اللي معاه قاطعين نفس امه جري. معلش معلش يا مر. والله لعلمك والله العظيم دي مش شغلتي. امال انت شغال ايه؟ شغال ميكانيكي. ان شاء الله ربنا هيكرمك. انت تعرف ان انا مش هشتغل وحش تاني؟ والله الحمد لله ربنا كرمني ورحت مضيت عقد فيلم الجزيره 3. ايه ده هتعملي دور ايه؟ الجزيره. يلا ربنا يوفقك. وانت ايه هتفضل هنا ولا ايه؟ لا انا اتعرض عليا فيلم بس مع السبكي. طب حلو. لا رفضته. ليه؟ عايز يشيل الوحش ويجيب بداله صافيناز، يقول لي ما هدي وحش ودي وحش. ده اسمه كلام. طب يا ابني هتفضل في سوبر ماريو زي ما انت؟ لا اتعرض عليا دور بقره في المزرعه السعيده عسل. ده نفس العمل اللي اتعرض عليا. اتعرض عليك دور بقره المزرعه السعيده. هو انت ليه كل اللي بيتعرض عليك اماكن؟ ليه بتحب تمثلي ادوار المساحات يا ابني؟ انا مثلت شخصيات قبل كده. شخصيات ايه؟ ميدان طلعت حرب. ما هو ده مكان، ده مكان. طب اعمل لك ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ الواد مسك الجراح تاني؟ تعالى طيب تعالى. جميلة يا جميلة، حد ينام يا حبيبتي في يوم زي ده؟ ده يوم حد ينام فيه؟ اصحي يا جميلة، جميلة يا جميلة يا جميلة. الحقني يا منتظر. ايه يا حبيبتي؟ سوبر ماريو طلع وكان واقف بيتكلم هنا معايا. نعم يا حبيبتي. اول مرة. ايه اللي طلع لك يا حبيبتي؟ سوبر ماريو والله العظيم. وكنتوا لوحديكوا؟ اه. ما تقوليش لحد بقى عشان مراته بتزعل. انت عارفها؟ ام ماريو. على فكرة دي قاعدة هنا بقى معانا في الاوتيل. قاعدة هنا ام ماريو معانا في الاوتيل؟ انت يا حبيبتي مالك في ايه بس؟ انت متوترة بس من الفرح، واليوم بس غريب شوية عليكي مش متعودة. خشي خدي دش والبسي حاجة خفيفة كده رايقة، ها؟ وخدي راحتك بقى. طيب انا هخش اخد دش. يلا يا روح قلبي. محتاجة دش. يلا يا حبيبتي. وانا بقى ايه اشوف انا حكاية سوبر ماريو دي ايه؟ لو سمحت عايز حد يجيلي بسرعة هنا. ايوه يا فندم. ايه ده؟ ايه حضرتك في ايه مصربعني ليه؟ ايه ده؟ ايه مصربعني ليه يا فندم؟ ده انت سريع قوي. اعمل ايه؟ طب ما انا مفيش غيري هنا. مفيش غيرك هنا؟ ومفيش غيرك هنا. فقاعدين لبعض بقى للصبح. والله ما ورايا حاجه. عاطل انت؟ يا فندم كلبك المطيع. تعال عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. هسالك سؤال كده بس، يعني ايه ما تاخذنيش يعني. لا 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 لا، ده انت تعمل اللي انت عايزه النهارده. ده انت عريس. سوبر ماريو نازل هنا في الاوتيل؟ مين سوبر ماريو؟ تريت سوبر ماريو. بس انا فهمت دماغك. ايوه سوبر ماريو هنا. امال ايه؟ سوبر ماريو هنا. ام ماريو بتحشي فوق في التام. والله. وسلاحف النينجا تحت في البلاع. انت شربت من الفينيك؟ فينيك؟ انا ما شربتش اي حاجه. فينيك؟ امال ايه يا فندم في انت؟ ده انت بقيت فوق خالص، انت مش معانا دلوقتي. ده انت وصلت انت بسم الله ما شاء الله. انا تعبان متوتر قوي. انت متوتر وتعبان، انت كل اللي انت اهم حاجه عندك في الليله دي كلها التركيز. ايوه التركيز، لازم اركز النهارده. لازم تركز. ايوه. امك لما هتيجي بالبط بكره هتسالك انت مش هتسالنا انا. انا مرمي تحت في الريسبشن زي الكلب. امك هتسالك انت، هتقول لك ها، هتقول لها ها، تقول لها سوبر ماريو. امك عايزاك سوبر مان. بس ايوه انت عندك حق، انت بتتكلم صح. انت والله بتشوف ناس غريبه. متوتر. انا متوتر جدا. بس سيبك من الكلام ده كله. وعروستي يعني. ايوه ركز بقى كده واتبسط. يلا وبسطنا. نعم. انا هبسط مين ولا مين النهارده يعني؟ عايز افرح بيك يعني يا فندم. يلا ربنا يخليك. يلا هتقعد تقول لي سوبر ماريو سوبر ماريو يعني؟ رايح فين انت؟ انا رايح اعمل مجادله مازنجر. هتقرفني يا مازنجر. ده ايه اليوم العجيب ده؟ ايه ده يا جميله؟ جميله حاجه غريبه جدا، ويوم بيبقى فيه توتر كده. لكن الو، في حاجات غريبه في الاوضه. ظهرت لي ظهر لي حاجه عجيبه.
مش عارف. انت بتضحك على ايه انت؟ ده انت غلس قوي. بس عرفتك عامل شنب وعامل انت هتلر. لا مش هتلر. لا هتلر وربنا ما هتلر. امال عامل كده ليه؟ انت فاكر دي عشان هتلر؟ امال عشان ايه؟ دي تسلخات. ما تبطل غلاسه، ده انت غلس يا غلس. هتلر مش عشان ايدك، عشان شنبك. شنبي؟ ايوه دي الحته دي بتاعت هتلر معروف. فاكر ده شنب؟ ايوه. امال ده ايه؟ ده انا شعر مناخيري طول شويه. يا اخي اوعى يا اخي، يا اخي نزل ايدك لعب باطك قرفتني. امشي ابعد عني. خد شنب. اوعى اوعى يا مقرف. ده انت مقرف يا عم. خد شنب. بطل قرف. ده انت مقرف قوي. يا اخي نزل ايدك قرفتنا. حاجه تقرف. انت هتلر ما تقنعنيش، انا عارف شكلك يا هتلر. انت هتلر اللي كنت متجوز ايفا تقريبا؟ فكرتني ليه؟ ليه في ايه؟ كنت متجوز واحده اسمها ايفا وسبتها. ليه؟ طلعت بالصبار. يلعن ابو غلاستك. اوعى. خدش. اوعى اوعى. اشم ايه؟ بطل قرف. ده انت مقرف. واحد تستظرف تستظرف، بطل الخرا. والله اصلها خدتني مع عز اصحابها ايفا دي. خدتك مع مين؟ مع فاتيكا. ده يا باي على تقلك. انت عارف قلت لها ايه؟ قلت لها ايه؟ شكرا فاتيكا. يا لو يا لا اوعى ما تلمسنيش. انت هتلر والعلامه ايه؟ ايه دي؟ دي العلامه. امال ايه يعني؟ ما انت في الشرطه المدرسيه، دي علامه هتلر. انت هتلر وباين على التسريحه بتاعتك، انت هتلر. طيب انا هتلر. ما تستظرفش. انت بقى اسمك ايه؟ انا منتصر. طب وليه مش عامل كده؟ خد شنب. اوعى. ده ما فيش تقل كده. والله جميل. يا اوعى يا اخي. اشم ايه؟ انت مجنون. اوعى.